اليوم الدجاج 21 درهم صباح، كنا كننتظروا ان يتم الثمن ديالو يهبط شويه، المواطن كينتظر الثمن ديالو يطيح شويه باش يكون الاقبال شويه على الدجاج، ولكن للاسف الشديد الاثمنه مرتفعه. اليوم احنا خديناه 18 درهم، والاثمنه هذه كاينه في المغرب كامل، المغرب كامل الثمن ديال الدجاج طالع. بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا علاش الثمن كيطلع، الدجاج طالع الثمن غالي، احنا كنقولوا لهم احنا كبائعين الدجاج بالنسبه لنا حنا الا كان الثمن ناقص كيكون الاقبال، كيكون الاقبال مزيان، كيجيو الناس كياخذوا الدجاج. ولكن ملي كيطلع الثمن هذا 20 21 22 درهم، القدره الشرائيه الكل كيعرفها، لا حول ولا قوه الا بالله، كل شيء غالي. الان استبشرنا خيرا من الخضره طاحت شويه، البطاطا طاحت، المطيشه طاح الثمن ديالها، ولكن الدجاج بقى في واحد الثمن ديالو مرتفع. نقول لك هذه واحد ثلاث سنوات ما طاح الدجاج، يعني حنا نقولوا 2020، دابا حنا 2024 2021 كان شويه الدجاج طايح الثمن ديالو، ولكن دابا حاليا الدجاج الثمن ديالو مرتفع 21 درهم اليوم صباح. في الضيعات الدجاج كيخرج 17 درهم 17 درهم ونص، فهاد السيمانه هذه كان كيتراوح بين 16 درهم 16 ونص 17 درهم. اصحاب الضيعات الفلاح اللي كنقولوا حنا كمربين حتى هما كيتسائلوا كيقولوا لان الدجاج كيقام عليهم غالي، الدجاج كيقام عليهم غالي، العلف الثمن ديالو باقي غالي، بالنسبه للفلوس التربيه حتى هو الثمن ديالو غالي مرتفع. حنا كيكون عندنا دردشه مع الفلاحه كيجيو عندنا صحابي الضيعات كيتسائلوا حتى حنا كنقولوا لهم لان الدجاج الثمن ديالو ما يخصوش يبقى يطلع على 16 درهم 17 درهم باش تكون القدره الشرائيه للمواطن ياخذ دجاج. وبالنسبه لنا حنا حتى حنا كنبيعوا الدجاج كيخرج كيكون الخروج، وحتى بالنسبه لهم هما كفلاحه وكاصحابي الضيعات الدجاج كيكون كيخرج بواحد كيخرج بواحد كثره. الان لا، كان الفلاحه حتى هما عندهم كميات موجوده، الدجاج موجود، يعني الطلب كاينه، العرض كاينه، الطلب اللي ما كاينش، يعني الطلب قليل شويه. ملي كيطلع الثمن ديالو كما قلت انا 20 21 كيكون الطلب على الدجاج ضعيف شويه. بالنسبه للمواطن اللي عادي الله يحسن العون كيجي كيتسائل ملي كيطلع الدجاج الثمن ديالو هذا الثمن هذا، كيقول لك انا ما نقدرش ناخذ هذا الدجاج 40 الفروج كيقابل 40 درهم 45 درهم الله يحسن العون. كيضطر انه مثلا كيمشي كيشري الدجاج مقطع، قولوا حنا بالتقسيط واخا الثمن زايد ولكن حسب القدره الشرائيه ديالو يقدر ياخذ نص كيلو يقدر ياخذ على حسب. بالنسبه حتى للبيض، البيض تاعو عاود الثمن ديالو بدا كيقل شويه ولكن باقي غالي درهم ونص عاود كيعمل. بالنسبه كنقول لكم الدجاج الثمن ديالو 21 22 كينقل، الخروج ديالو ما كيبقاش كما دائما. وبالنسبه للسنوات نقولوا السنوات 2020 2021 كان الثمن ديالو مزيان، واخا بان الفلاح شويه كان كينضر، كان ديك الساعه 18 درهم 17 درهم، وصل لدرجه انه كان قبل 2019 كان غير ب 12 درهم 13 درهم، وصل حتى 12 درهم حتى 10 دراهم. ولكن ديك الساعه كان الفلاح كيتكبد الخسائر، حنا نقولوا خسائر لان الفلوس والعلف كيطلعوا له في الثمن ديالو، ولكن بالنسبه ديك الساعه هذيك كان الاقبال على الدجاج كيخرج والفلاح كيشتغل، يعني كتكون واحد الحركه. الان العكس، العكس كاين بعض الضيعات توقفوا ما بقاوش كيربيو لان واخا الدجاج غالي والثمن ديالو غالي، في وسط الضيعه كيكون الثمن ديالو كيطلع.